بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على أنبيائه الذين اصطفى. هذا الشهر شهر رمضان شهر عظيم، وأعظم ما في شهر رمضان العشر الأواخر من رمضان، ولكن وللأسف نجد أن كثير من المسلمين في بداية شهر رمضان المبارك نجد لديهم همة عالية في الطاعات، في العبادات، في صلة الأرحام، في التزاور، في المحبة، في الدعاء، في قراءة القرآن، في تفقد المحتاجين، في صلاة التراويح، ولكن في العشر الأواخر بدلا من أن نشد الهمة بصيبنا عملية فتور وتقليل من العبادات، مع أن هذا المنهج هو عكس منهج الرسول صلى الله عليه وسلم. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في العشر الأواخر يشد المئزر ويوقظ أهله. شو يعني يشد المئزر؟ مش أنه بربط المئزر، وإنما كناية عن الهمة العالية في العبادات في هذه العشر الأواخر. ولأنه أهمية شهر رمضان جاءت من نزول القرآن: إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر، إنا أنزلناه في ليلة مباركة. إذن عظمة شهر رمضان لنزول القرآن، والقرآن نزل كما جاء في أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم في ليلة القدر، وليلة القدر على الراجح أنها في الفرادة من العشر الأواخر، والأرجح من ذلك أنها ليلة 27 من شهر رمضان المبارك. وهببت من نومي فكأنما كتبت في قلبي كتابا. فخرجت حتى إذا كنت في وسط الجبل سمعت صوتا من السماء يقول: يا محمد، أنت رسول الله وأنا جبريل. فرفعت رأسي إلى السماء أنظر، فإذا جبريل في صورة رجل صاف قدميه في أفق السماء يقول: يا محمد، أنت رسول الله وأنا جبريل. فوقفت أنظر إليه، فما أتقدم ولا أتأخر، وجعلت أصرف وجهي عنه في آفاق السماء، فلا أنظر في ناحية منها إلا رأيته كذلك. فما زلت واقفا ما أتقدم أمامي وما أرجع ورائي، حتى بعثت خديجة رسولها في طلبي وأنا واقف في مكاني ذلك، ثم انصرف عني. إذن الرسول صلى الله عليه وسلم في نهجه كان يعتكف في العشر الأواخر من رمضان. نحن بسبب الحالة التي نحياها ما في اعتكافات، ما في تواصل في المساجد. لكن لا يعني ذلك أن لا نتقرب إلى الله عز وجل في بيوتنا من خلال صلاة التراويح جماعة، من خلال الدعاء، من خلال الذكر، من خلال التسبيح، وأن نركز في هذه العشر على قراءة القرآن، لأنه فضل شهر رمضان بنزول القرآن. وأفضل ما نتقرب إلى الله عز وجل في هذا الشهر قراءة القرآن، ونضيف إليها مساعدة المحتاجين، لأنه لا خير في قراءتنا إن لم تصبح سلوك عملي في حياتنا، وبالأخص حاجة المجتمع اليوم إلى مساعدة الفقراء، مساعدة الأيتام. إذن العشر الأواخر من رمضان لها خصوصية. كان يعتكف الرسول صلى الله عليه وسلم في العشر الأواخر، وكان يراجع القرآن مع جبريل عليه السلام، لأن رب العالمين: إنا نحن نزلنا الذكرى وإنا له لحافظون. من طريقة حفظ القرآن الكريم أن جبريل كان في كل رمضان ينزل على الرسول صلى الله عليه وسلم ويراجع القرآن، كل آية في مكانها، ترتيب الصور بهذه الشكلية المتواترة عن الأمة منذ محمد صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا.
ما هي أفضل الأعمال في العشر الأواخر؟ نقول أفضل الأعمال في العشر الأواخر ما قاله الشاعر: إذا هبت رياحك فاغتنمها. وهنا لازم نوقف، لأنه في رمضان بتصيبنا همة عالية من العبادة، والشاعر يقول: إذا همت رياحك فاغتنمها، فإن لكل خافقة سكون، ولا تغفل عن الإحسان فيها، فلا تدري السكون متى يكون. المال ينفد حله وحرامه يوما، ويبقى بعده آثامه. ليس التقي بمتق لإلهه حتى يطيب طعامه وشرابه، ويطيب ما يجني ويكسب أهله، ويطيب من لفظ الحديث كلامه. نطق النبي به لنا عن ربه، فعلى النبي صلاته وسلامه. اللهم صل على سيدنا محمد. إذن أفضل شيء أن نغتنم حالة الارتقاء الإيماني، لأنه الإنسان يمر في حالات فتور وحالات ارتقاء، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: لكل عمل شرة، يعني قمة، ولكل شرة فترة، عملية فتور، زي المنحنى، أعلى المنحنى وأسفل المنحنى، لكل عمل شرة ولكل شرة فترة، فمن كانت فطرته إلى سنتي فقد اهتدى. بمعنى أنه في بعض الأحيان بعد رمضان بفطر الإنسان، ماشي، مكان يقوم الليل بصير يكسل في قيام الليل، كان يقرأ جزء بصير يقرأ نص جزء، معقولة. بس غير مقبول أنه كان يصلي بطل يصلي، كان يذكر الله بطل نهائي، ممكن النسبة بتخف. إذن لابد لنا أن نغتنم رياحنا في هذه العشر الأواخر من شهر رمضان في ذكر الله عز وجل، في قراءة القرآن. ما جلس قوم في بيت من بيوت الله، واليوم البيوت هي نستطيع أن نجلس فيها، أن نتدارس القرآن الكريم مع أبنائنا في بيوتنا، مع جيراننا إذا كان ذلك ممكن، وإذا ما كان ممكن أن نتواصل. اليوم في وسائل كثيرة، اليوم بسوي جروبات على وسائل عديدة من وسائل التواصل الاجتماعي، ويذكرون الله عز وجل ويتدارسون كتاب الله. إذن لابد لنا أن نركز في حصة واسعة في هذه الأيام على تلاوة الكتاب الله عز وجل. وبعد أن نفهم كتاب الله عز وجل ونحفظ من كتاب الله عز وجل، لابد أن يكون لدينا نشاط سلوكي. شو يعني نشاط سلوكي؟ لا يكفي أن نقرأ القرآن وأن نحفظ القرآن وسلوكنا مناقض للقرآن الكريم. القرآن الكريم منهج حياة. عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها عندما سئلت عن خلق الرسول عليه الصلاة والسلام الذي قال في حقه الله عز وجل: وإنك لعلى خلق عظيم، سألوها كيف كان خلقه، اختصرتها بكلمات: كان خلقه القرآن. بمعنى قرآن يسير على الأرض، بمعنى أن كل آية من كتاب الله عز وجل تتحقق في سلوك الرسول صلى الله عليه وسلم. صحيح إحنا مش أنبياء، إحنا بشر نخطئ، لكن كثير منا يقرأ في كتاب الله عز وجل عن الصدق، يقرأ عن الأمانة، يقرأ عن الإحسان، يقرأ عن حق الآخرين، يقرأ عن الصف عن الآخرين، يقرأ عن المغفرة للآخرين، لكن ما بيطبق ذلك في سلوك عملي في حياته. الأمر الثاني، في هذه الأيام لابد لنا أن نبحث عن المحتاجين. انطلق بنا ننظر حاله. أدنو؟ أدنو بخير أو دع. ما بال هؤلاء الصبية يتضاعون؟ الجوع. وأي شيء في هذا القدر؟ ماء أسكتهم به حتى ينام. العمل يضاعف، وفي هذه الأيام الأجور مضاعفة. لا يكفي أن نتعبد إلى الله عز وجل دون أن يتفقد الجار جاره، دون أن يتفقد الإنسان أسر الأسرة، أسر الشهداء. هذه المعاني يجب أن تكون حاضرة في حياتنا، أن ندعو للأسرة في أن يعيدهم الله عز وجل إلى أهلهم سالمين غانمين. ندعو الله عز وجل أن يحمي أقصانا، لأنه كثير منا للأسف حتى في الدعاء هو أناني، لا يدعو إلا لنفسه ولأبنائه، ينسى حاجة الأمة في مشردين في سوريا، في حالة من البلاء، أن يرفع الله عز وجل هذا البلاء عن الأمة جميعا، عن العالم جميعا، لأننا
أصحاب رسالة رحمة، نحن بعثنا رحمة للعالمين، لا ندعو على الآخرين كما يفعل البعض، اللهم خذ الشعوب الكذا والشعوب الكذا وأهلك كذا وأهلك كذا، لا، ندعو دائما بالرحمة والهداية للآخرين. إذن هذه الأيام المباركات لابد لنا أن نقبل على الله عز وجل كما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم، ففيها ليلة خير من ألف شهر، فيها ليلة قال عنها الرسول صلى الله عليه وسلم في العشر الأواخر: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه.